مؤخرا وبعد أحداث غزة لقينا في يوم وليلة قصيدة لأحمد حداد وعلى لسان مجموعة من الأشخاص، بعضهم ناس مشهورين وبعضهم أصدقاء ليك، الخضة. ما هو ده اللي حصل لنا، هو الخضة. احنا انا اتخضيت، ده اول حاجة جات لي هي موضوع الخضة ده، وما بقتش عارف اعمل ايه يعني. وما كتبتش القصيدة طبعا في ساعتها يعني. كتبت القصيدة بعد كام يوم كده من العياط. احنا ما بنعملش حاجة غير ان احنا قاعدين بنعيط كلنا ومش عارفين نعمل ايه، وحاسين بالعجز وقلة الحيلة ومفيش حاجة بأيدينا. الخضة كانت قصيدتين نزلتهم على الفيسبوك، وبعد كده حسيت ان انا عايز اقولهم. بعدين بعد كده حسيت ان انا مش عايز اقولهم لوحدي، ان انا مش حسيت ان انا لو قلتهم لوحدي هبقى اناني. فكلمت كام حد اللي هم اصدقائي الفنانين يعني، والفنانين اللي مش معروفين، فتحمسوا. فجأة لقيت القصيدة مدتها ربع ساعة وفيها 35 فنان، بس 35 فنان مصدق. خلينا نشوف الخضة اللي كلنا عشناها. متى يعود الإنسان لما كان؟ متى يعود الإنسان لما كان؟ إمتى هناخد هدنة من الأحزان؟ عدنا إلى الأحزان بسرعة مهولة. يقول فؤاد: ما هذه بالمرة الأولى؟ ويفترض صلاح مجرد فرد. لو في سلام في الأرض، قبضة وفزع وارتباك من العالم المجنون في الواقع الشرير. ما انتاش قد الصدمة، بس صريخ العيال بيرج عظمك. أحسن لي أسكت وتفهموا التنهيدة. الأوجاع مش جديدة ومش بعيدة، ده الباب في وش الباب. القصة وردة قديمة في حضن الكتاب، دبلت من كتر ما قلناها على مر العصور، بس الزهور الصبحة هلت كتير بعد ما قالوا قلت. ومهما العتمة احتلت وحلت مكان الضيق، ومهما ضحكوا علينا بالكلام الني، وغمضوا عن أب شهيد حاضن ابنه الشهيد فوق ركام البيوت، ربنا موجود. تعالى يا صغيري أحكي لك حدوتة قبل النوم، وهات معاك الشاش والميكروكروم. ما تخافش، هو في أبطال بتخاف؟ ما تعيطوش في حضن أطفالكم، لو حتى كل الضلمة وقفلكم. ما تعيطوش في حضن أطفالكم، لو حتى كل الضلمة وقفلكم. انتوا النور. بحق برد الغريب طمن قلوبنا مع كل غارة، العذراء بتشيل المسيح وتطير لفوق معاه تبعد بشارة، وتصلي لكل يتيم وجريح وترد للشهداء الحياة. وانا رافع راسي للسماء وبكلم الجليل، وحاطط كف على المصحف وكف على الإنجيل. وانا رافع راسي للسماء وبكلم الجليل، وحاطط كف على المصحف وكف على الإنجيل. وانا رافع راسي للسماء وبكلم الجليل، وحاطط كف الإنجيل. وأنا رافع راسي وبقول يا رب شيل الأذى عن ملاك لسه ما تعلمش يتكلم، وعن صبي عايز يروح المدرسة يتعلم، وعن كهل يا ما شاف ويا ما تألم، عن الأمهات شبيهات مريم، وعن العجايز اللي الخريطة مرسومة في تجاعدهم. الصورة ناقصة، مش زي اللي في خيالنا، ناقصها عدل محبة نعلمهم لعيالنا. دي نقطة سودة في تاريخ الإنسانية.
بشع الصورة. أسفة. طار الطبيب والمصاب ملايكة من المستشفى وكل العيون كشفة وربنا شاهد. يا مولع الشمعة ويا فارش السجادة، انت اللي باقي رغم أنف القهر ورغم أنف مخططات الإبادة، وانت الأمل مهما داق الظهر. شقفة إزاز على شكل الخريطة تخزق عيون العدم. ما في انكسار مش كده؟ هنشوف نهار وبكرة نطبق دبكة الانتصار. حق لفظ الجلالة على الفضة، بحق وشم الصليب، يا ربنا يا مجيب خلي العيال تصحى بلا خضة. خلي العيال تصحى بلا خضة.